أنا ما عملت شيء، كل هالنجاح سببه طموحك. أصلاً أنا ما وقفت حدك لأنه بيك كان أستاذي، لا، لأنك بتستاهل. وكل هالنجاح أثبت هالشيء. لا تتواضع فارس، لو ما ساعدتني ما كنت وصلت لهون. هالمرة يا صديقي أنا هربت الأدوار. أنا متأكد إنه في حدا نصب لك فخ. أنت كنت قوي وآكل كل السوق. أي حدا بيصح له فرصة لحتى ينتقم منك ما راح يتردد. قوتك وجرأتك كانت تخلي المنافسين حواليك يخافوا منك. ويمكن مشان هيك عملوا اللي عملوه. بس مع هيك بتضلك فارس الظاهر اللي ما بيخسر وما بينكسر. راح ترجع توقف على رجليك، أنا متأكد من هذا الشيء. أنا عندي مشروع بدي أحكيك فيه. عندي كونتاكت مع شركة عالمية بقترحين علي موديل سيارات إيكو فرندلي. هلا هو مشروع مكلف بس فينا نقسمه نصين، نص سيارات للخدمات السياحية ونص سيارات خاصة للبيع. أنا لقيت أرض فينا نعملها معرض بس هيدش. سوري. ألو، شو صار معي؟ طيب ماشي باي. سوري فارس، بدي اعتذر منك. حاولت أجل موعد بس ما قدرت. بيستأذن منك. ولا يهمك، معك البرزنتيشن ونحكي مرة تانية. خليني نكون واضح معك أكثر فارس، بتعرف قديش بحترمك. بس أنا ما عندي جرأتك اللي يمكن هي سبب خسارتك هلا. وبنفس الوقت تعلمت درس من اللي صار معك، اني ما ادخل باي مشروع اذا ما كنت متاكد منه 100% وراس ماله معي. يمكن طريقك غير طريقي، فمشان هيك بدي اعتذر منك. اكيد الشغل شيء والصداقه شيء تاني. تعتبر هاي الشركه شركتك فارس؟ إمتى ما بتحب؟ أهلا وسهلا فيه. مرسي.